بسم الله الرحمن الرحيم، نعود مرة ثانية ونواصل معاكم الشوط الثاني في هذه المباراة المتوسطة المستوى نقدر نقول عليها بين النصر والغاتسية. على اليمين طبعا باللون العنابي النصر، والغاتسية في اللون الأصفر طبعا كالمعتاد فريقين. إذن حارس المرمى اللي هو الفضلي الآن هو آخر لاعب يدخل في أرض الملعب بعد تغيير أو طرد نواف الخالدي حارس المرمى نادي الغاتسية بعد ما ترك مرمى بعد الفاول ورايح لجراح الظفيري اللي بالأساس أيضا عمل فاول، وبالتالي استفزه الغاتسية ورايح لتارك مرمى، وبالتالي أخذ حالة طرد، وحالة طرد أيضا جراح الظفيري من النصر، فحالتين طرد في المباراة لكل لاعب. طلع عبد العزيز المشعان طبعا ولعب مكانه اللي هو احمد الفضلي حارس المرمى على اعتبار انه في طرد لنواف الخالدي بعد ما لعب اساسا عبد العزيز المشعان مكان القحطاني بعد اصابته. مشعل عسعوسي يطلق صفارته معلن بدايه الشوط الثاني. عصام فايل، محمد عبد الله، عمر غنبر الى عصام مره ثانيه. لاعبين الغاتسية مثل ما قلنا بين الشوطين يمكن يسخنون الآن، وخلف مرمى نادي النصر ولاعبين أيضا النصر خلف مرمى نادي الغاتسية التسخين أيضا. أربع لاعبين شايف ورايح الغاتسية حوالي خمس لاعبين أو ستة. عامر المعتوق تعادل انتهى الشوط الأول، وهذه كرة يوسف المويهبي إلى إلى عامر إلى فهد الأنصاري. فهذه غير ناحية نواف المطيري للاعب باك شمال مكان بعد ما طلع القحطاني إلى بدر مطوع. بدر على طول نواف يطلع له بشكل سليم أيضا بعد ما غير مكانه، وهذه كرة ملعوبة ليوسف المويهبي إلى نواف المطيري. نواف إلى كيتا، كيتا يموه بدر طالع له، بدر مطوع حاول يخطف له كرة لكن تغطية من محمد عبد الله عبد العزيز الى برا الملعب. اذا جمهور الغاتسية الان بدا الظاهر خلاص يعني يقول اعطونا حل، يعني هذا الطبول اشتغلت. فايز بندر الى عامر المعتوق، محمد راشد، فهد الانصاري، كيتا، بدر مطوع. ترجع للكرة مرة ثانية بدر إلى فهد الأنصاري، فهد الأنصاري يسلمها لاعب نادي النصر بالخطأ بعد ما تعرض بدر، لكن هذه كرة ملعوبة وتنقطع مرة ثانية من فايز ولمست لاعب نادي النصر رمية تماس الغاتسية. نواف المطيري، كيتا يلعبها ناحية سومة، عمر السومة والكرة معاه وحاول يلعبها بكعبة لأنه طالع لبدر مطوع لكن وراه لاعب اللي هو عبد الله مشيله، يقطعها نواف المطيري لكن تنقطع من نواف، يقطع محمد عبد الله. عمر غنبر عدت من باني إلى فهد الأنصاري إلى محمد راشد إلى فهد إلى نواف المطيري. طبعا طرد لكل فريق فبالتالي 10 لاعبين بالملعب. كيتا، فهد الانصاري الى كيتا، عامر المعتوق طالع لكيتا لكن نواف المطيري في الجهه الثانيه تلعب الى نواف المطيري. بدر طالع له الى بدر يحاول يجهز نفسه عشان يعكس له كره عرضيه ويلعب له كره عرضيه لكن يبعدها عصام فايل. طبعا الشوط الثاني لن تنتهي المباراه بالتعادل بدون اهداف، لن تنتهي، سيكون هناك في جولين اكثر. هذه كره ملعوبه وبدر المطوع يحاول يعدي بدر شايت لكن بالشبك الجانبي تطلع الى برا الملعب ركله مرمى لصالح فريق النصر. هذا بدر مطوع وهذا عمر السومة. كرات لحد الان وسط القادسيه ما هو قادر يوصل الى عمر السومة كرات ممكن يعني شكل خطورة، وأيضا لازم هو يطلع أيضا بشكل سليم أيضا. هذه عمر إلى كيتا، نواف المطيري، بدر مطوع إلى نواف، مقطوعة توصل إلى النصر، باني
محمد راشد الى فايز بندر، كيتا طالع له الى كيتا، الى فايز، نواف المطيري، بدر مطوع، طلعت الكره، طلعت، يعتذر نواف المطيري. الى باني، عبد الله مشيلح، مشيلح كره معاه يلعبها، عمر غنبر، عمر غنبر، النصر الان يحاول يهجم، خمس دقائق الاولى من الشوط الثاني، اضاع القادسيه في الشوط الاول فرصه او فرصتين، توصل محمد عبد الله الى محمد عبد الله عبد العزيز الى محمد عبد الله في الجهه الثانيه، عبد الرحمن البناء لكن يلعبها الى باني، باني كره يقطعها فهد الانصاري، توصل مره ثانيه وتعدي، وتوصل بدر مطوع الى كيتا، كيتا الى نواف المطيري، طالع له بدر، الى بدر، بدر يغير، حلوه ملعوبه على طول لكن اوفسايد، اوفسايد في تسلل حسب طبعا راي، ايضا كان في تقدم بسيط من عمر سومه، تقدم اوفسايد يعني اي تقدم، اذا اوفسايد، تسلل، تسلل. هذا عمر السومه، محمد الصلال حارس مرمى النصر، والتعادل لحد الان. محمد الصلال، فهد الانصاري، كيتا، النصر حاول الظهر بيغير لاعب، شايف لاعب رايح، او لحد الان، لحد الان طبعا بعد ما عزم على التغيير على اساس انه في تغيير او يشيك، لان النصر ما استبدل ولا لاعب، انطرد لاعب جراح الظفيري صحيح، انطرد من القادسيه نواف الخالدي، ايضا لعب مكان احمد الفضلي، بدر مطوع، الانصاري يلعبها لكن بالخطا، يلعب له كره برا الملعب، اذا رميت تماس النصر، عبد الله عبد العزيز، فاول على فايز بندر، عمل فاول على جاسيا، توصل للنصر، جمهور غاسية يشجع ويبي يقول طبعا الجمهور ايضا، والنصر يحاول لكن كراته يعني قليله جدا على المرمى، فبالتالي بحاجه الى كرات الوسط، لان عنده مهاجمين جيدين يمتازون مهارات اللي هو جاسيا وباني، هذا جاسيا يشوف يلعب له كره يمرر لكن ما في متابعه، الانصاري يلعبها، فايز، كيتا، نواف المطيري الى فهد الانصاري، فهد مشال الكره، يوسف، يوسف المهبي لكن بالخطا، عبد الرحمن البناي يلعب له كره حلوه على طول الى باني، باني عدي تمويها على طول، وخطره باني، خطره يلعبها كره، كان ممكن يخطف الكره اللي هو جاسيا، ويقطع له كره كيتا، كيتا، وهذه بدر مطوع ناحيه اليسار، بجنح يلعب، يلعب له كره حلوه على طول، وهذه ممكن تكون خطره للقادسيه، اذا لعبت لكن صار في تاخير، وهذه كيتا وبدر طلع له مره ثانيه الى بدر ناحيه اليسار، وبدر راح يلعب كره الى عمر السومه ولا يصلحها الى كيتا، لكن مقطوعه، مقطوعه، وفايز بند، نواف المطيري، نواف المطيري يقطع له كره ويعادي، لكن تنقطع منه الكره، وعكسيه على طول سريعه لصالح النصر الى فيصل عدواني، فيصل عدواني الى باني، باني يلعب له كره على طول الى جاسيا، جاسيا اللاعب البرازيلي يقطعها منه فايز بندر، فايز بندر تغطية سليمة من فايز الى فهد الانصاري في الجهة الثانية، يوسف طالع له بكرة حلوة من فهد لكن ممكن يحصلها، يحصلها لكن سريعة، ويحصلها، يحصلها باللحظة الأخيرة، وهذه كرة يحاول يعدي فيها ومع عمر معتوق، يلعبها الى فهد الانصاري يتقدم، فهد الانصاري يحاول يلعب له كرة، فهد ترجع الى يوسف الموهبي الى عامر المعتوق،
الى كيتا، كيتا ممكن يحاول يشوت يصلح له كره لكن توصل ترجع الى نواف المطيري. نواف المطيري والتسع دقائق الاولى الان من الشوط الثاني، والقادسيه ضغط يحاول يسجل له هدف لان يريد ان يكون هو ايضا متصدر الدوري في مباراته الاسبوع الثاني، وهذه كره مرفوعه الى سوما عمر السوما لكن طلعها مدافع نادي النصر اللي هو اللاعب عبد الله مشيلح الى كورنر. كورنر هذا عمر السوما، انا اعتقد ان القادسيه بحاجه الى تغيير الان علشان يحرك، لان لا عنده تغيير واحد فقط، استبدل لاعب مكان القحطاني اللي هو عبد العزيز مشعان، وايضا بعد طرد نواف المطيري لاعب احمد الفضلي نواف الخالدي. هذا كره ملعوبه، الله صلان ينقذ مرمى من كره حلوه كانت القادسيه، لكن ينقذ مرمى من هدف محقق محمد الصلال. وراح تشوفون الاعاده شلون بخطف الكره، خطفها خطفه بعدها الى مكان، شوف شوف بعد ما رفعت من ركنيه من بدر مطوع، شوف السومة لعبها وانقذ مرمى اللاعب حارس المرمى محمد الصلاح. كيتا الى محمد راشد الى كيتا الى بدر مطوع، بدر مطوع يلعب له كرة الى عمر السومة، عمر السومة الكرة بعاوي تقدم وخطرة الكرة القادسية، الله كرة حلوة على طول وتغير اتجاه الكرة على طول كانت. شوف الإعادة، شوف عمر عامر المعتوق طبعا هو حاول يعني ياخذ خطوة انما وهو طايح اشترك بالكرة وطلعت الى مكان ابعد. الان في تغيير واحد خلاص القادسية اللي سخنون اللاعبين، من اللي راح يطلع وهل راح يلعب مدافع او يلعب مهاجم او وسط، يعني ممكن يلعب داريو اللي هو المحترف، ممكن اللي هو داريو، توصل فيصل عدواني، عدواني يلعب له كرة الى جاسية، جاسية وباني طالع له يلعبها لكن الى عامر المعتوق وهو طايح يبعد الكرة الى برا الملعب، برا الملعب الى رمية تماس، رمية تماس لصالح فريق نادي النصر، تعادل لحد الان. هذا عبد الرحمن البناي، رمية تماس، فيصل عدواني الى محمد عبد الله، فهد الانصاري قاطع له كرة، عامر المعتوق تلمس في عمر قنبر الى يوسف المويهبي، يوسف يتقدم كرة مع يوسف المويهبي ماشي بالكرة بشكل حلو بشكل سليم الى بدر مطوع، لكن اوفسايد، اوفسايد، تسلل 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 لانه تقدم بعد ما تاخر يوسف، صح صح تاخير يوسف واجعل بدر ايضا في موقف تسلل، لكن ايضا يبي يجهز نفسه انه يطلع يعني يستلم كره بشكل اسلم عشان يمرر، انما شوف هني واضح الاوفسايد، تسلل واضح، يقول له اسرع اسرع العب. هذا داريو، ها داريو هو البديل، صح هو البديل، هو البديل داريو. كرواتي الصربي ما شنو في توقف، ها إصابة حارس المرمى، حارس المرمى شد عضلي طبعا اعتقد يعني ما عمل مجهود كركض شد عضلي طبعا، لما يمكن يكون اي شيء حصل له، انا ما ثبت بحالته. هذه طبعا قبل التصوير، هاي التصوير يعيدك التصوير في مواقف لاعبين، هذه يوسف اللي صاد الكره لما كانت طويله حصلها قبل لا تطلع، يوسف المويهبي لاعب التونسي، هذا عبد الرحمن البناي. اعاده التصوير واللقطات، وهذه الكره اللي لعبها عمر السومة، شوف رايح المرمى لكن ينقذها محمد الصلال، ينقذ مرمى من هدف محقق. النصر يطلع، هل هو جاسية اللي يطلع يلعب مكانه ايضا؟ جاسية يطلع ويلعب مكانه اللاعب توما من جورجيا، توما مكان اللاعب البرازيلي، يلعب توما ايضا.
طلع ايضا التونسي ولعب مكانه القادسيه بدال يوسف المويهبي، لعب داريو. ملعوبه رميه تماس القادسيه الى فهد، الى كيتا، محمد راشد، كيتا من الحركة، كيتا ويرجع وبسومة طالع له لكن تأخر. ملعوبة إلى عمر، عامر المعتوق راح تطلع برا الملعب، راح تطلع وطايح طبعا على المضمار، طبعا اللي هو مو من المضمار إنما يم المضمار يعني بمعنى الترتان، على الترتان هاي طبعا مكان ناشف يعني ممكن يعمل انزلاق ميابة بالتالي يعني تزلق من خلال، شوف هاي اندفاعه لانه لما يطلع من الحشيش شوف هاي انزلاق، فبالتالي اكيد يعني يتسحك الريل وبالتالي مكان خشن وفيها دائما تاذي اللاعبين هذه بالتزلق لما ينزلق خصوصا السبوح والشغلات هذه دائما تكون. هذا حسبها فاول الان، حسبها فاول لانه بعد ما اشترك معاه وفاول القادسيه الان. كرة خطرة للقادسية في مكان خطر، وأنا أعتقد أنها ممكن تكون، ممكن تكون أو ما تكون، كرة ملعوبة لكن بيد حارس المرمى ما تكون. إذن إلى محمد الصلال اللي يلعبها طويلة جهة باني، يبعدها عامر المعتوق اللي تارك مكانه ناحية اليمين، راح اليسار متابعة ويلعبها وتطلع الكرة إلى برا الملعب، رمية تماس لصالح فريق النصر. اذا ربع ساعة 16 دقيقة من الشوط الثاني، باقي 29 دقيقة والتعادل لحد الان بدون اهداف بين القادسية والنصر من الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2012-2013. يتصدر الكويت بفارق الاهداف عن الجهرة، 4 نقاط لكل فريق. الاسبوع الثاني والمرحلة الثانية، التومة يقطعها فايز بندر، فايز شايل الكرة ترجع إلى تومة لكن فايز أيضا يغطي ويحصلها أحمد الفضلي ناحية نواف المطيري إلى داريو. داريو شايل الكرة أو شايل الكرة بعيدة ولكن ما فيها كنترول، تضيع لأن مسافة بعيدة، ركل الكرة عشان يتابعها. هذه إلى توما، توما فيصل عدواني، العدواني وملعوبة الكرة على طول إلى باني، باني حاول يعدي والكرة معاه، باني يلعب له كرة مع العدواني، فيصل إلى باني يمشي له كرة مع عمر غنبر، عمر سلام عليك يمشي له كرة حلوة لكن تنقطع يقطعها. محمد راشد إلى داريو، داريو طالع لبدر مطوع وايضا جهة من نواف المطيري الجهة الثانية ويلعب له كرة الى فهد الانصاري اللي تقدم الكرة ويعدي فهد الانصاري ويلعب له كرة الى نواف لكن بايده، نواف بايده صحيح، لمسة يد سكن له كرة وبايده لمسها بايده ولمسة يد، لمسة يد وضاعت على القادسية. نواف يقول له في الامام العبها بدل ما ترجعها يعني علشان اتقدم هني بالايد، شوف هني لمست. عصام فايل فايز بندر، فايز توصل محمد عبد الله، ملعوبه الكره للقادسيه مره ثانيه، محمد عبد الله لنادي النصر. توما ترجع على طول ملعوبه فيصل عدواني، العدواني يلعبها الى فيصل الى عبد الرحمن البناي، الى فيصل العدواني يلعب له كره لكن يقطع محمد راشد، عامر المعتوق الى محمد، فهد الانصاري يلعب له كره حلوه الى بدر مطوع اللي باخذ له مكان جهه اليسار، وبدر مطوع
هذه من الكرات الجيدة الطويلة، وهذه كرة ملعوبة إلى نواف المطيري، صلح له كرة إلى داريو، داريو شايف على أساس يشوت وشايت، الله كرة حلوة وخطرة للقادسية من داريو، ويلعبها كورنر، يحصل على كورنر القادسية. إذا هذه تصحي الكرة داريو، تصحي جمهور القادسية ويشجع مرة ثانية علشان يسجل القادسية هدف. هذه إلى بدر مطوع، إلى داريو، داريو يلعب له كرة ويرفع له كرة لكن ما توصل، إلى عامر يسمي لك حاول لكن توصل، وعصام فايل يبعدها إلى محمد راشد. فايز بندر متقدم، ترجع مرة ثانية لكن فاول على فايز بندر، فاول، فاول عصام فايل، عصام طويلة يلعبها ناحية فيصل عدواني، عبد الرحمن البناي يلعبها إلى توما لكن فاول على محمد راشد، فاول. هذا مشعل عسعوسي حكم اللقاء، 20 دقيقة وباقي 25 والتعادل لحد الآن بدون أهداف بين القادسية والنصر، اللي خسر مباراة النصر أمام نادي الجهرة 2-1، وهذه كرة ملعوبة والقادسية فاز على السالمية. طبعا هذه كرة توصل يلعبها سريعة، شوف أحمد لكن بعيدة تطلع، حصلها بدر لكن طلعت إلى بر الملعب، رمية تماس. هذه كرة داريو اللي شايتها مست يمكن القائم، عبد الرحمن البناي، بعد ما لعبت من حمد عبد الله الى عبد الرحمن الى محمد لكن بالخطا توصل الى سوما كيتا. بدر مطوع تقدم الان واخذ مكان في الامام، بدر على اساس انه خلاص يعني ما يبي يرجع ويحب يحاول يسجل القادسية ويخطف له هدف ويحصل على 3 نقاط، ام النصر اللي يحاول يصحح ويعوض خسارته امام الجهرة اللي يفوز في اول لقاء في الاسبوع الثاني. هذه كرة ملعوبة إلى كيتا، كيتا، كيتا حاول يلعب له كرة لكن إلى داريو، داريو كرة معاه ويحاول يتقدم، داريو كرة مع داريو ناحية اليسار إلى بد إلى المطيري، نواف المطيري راح يرفع كرة ويبعدها عصام فايل، باني فيصل عدواني إلى باني مرة ثانية، كرة مع باني، شوف حاول يموه يحاول يستغل مهاراته، وهذه كرة توما طالع له يلعبها إلى توما، توما يقطعها محمد راشد، محمد راشد إلى كيتا، كيتا ناحية نواف المطيري، نواف المطيري إلى بدر مطوع، بدر مطوع يحاول يتقدم بالكرة ناحية اليسار إلى نواف المطيري، نواف المطيري يحاول يرفع له كرة إلى داريو، داريو يرجع مع بدر مطوع متقدم، كرة كانت ممكن، ممكن ينفرد فيها، ممكن كرة حلوة وبينية كانت في منتهى الجمال لكن ما عدت، توصل إلى فيصل عدواني، فيصل عدواني هذه كرة حلوة من عبد الرحمن البناي، ممكن تتمرر إلى عبد الرحمن البناي لأنه طالع له أيضا، وتوما لكن راحت، توما طالع له، البناي كان ناحية اليسار إلى داريو، داريو بدر مطوع مع نواف المطيري، إلى بدر مطوع مع عصام فايل، بدر مطوع إذا قطع له في الجهة الثانية السومة، السومة لكن لعبها بالرأس الكرة لكن بيد حارس المرمى محمد الصلاب. عبد الرحمن البناي يرفع له كرة حلوة لكن أقرب إلى محمد راشد، عامر المعتوق، محمد راشد إلى كيتا، الجول أعتقد قرب من حقه، حق اي فريق طبعا من الفريقين، اكيد اي فريق من الفريقين، ماكو فريق ثالث، لكن يقول الجمهور القادسية يقول له في فاول، في اعتراض على مع داريو، لكن حكم المباراة يقول ما في اي شيء، كمل. محمد الصلال كيتا يقطعها الى نواف المطيري، الى كيتا، الى نواف المطيري، داريو
سوما، عمر السوما و فاول فاول فاول، لانه مسكه فيصل عدواني نوعا ما، حط ايده معه، وطبعا هو حاول يطيح نفسه اللي هو داريو، انما في ايضا يعني انت هو استغل وطيح نفسه، لانك انت بالاساس فيصل حطيت ايدك معه، حطيت لو تشوف الاعاده صحيح مو عرقله ذيك العرقله، لكن حطيت اشتركت وياه بالايد فمسكته. شوف 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 هني، شوف هني، شوف هني، فاستغل هو، استغل شفت هو، انت حطيت ايدك صحيح، لكن هو استغل مشاركتك بالايد فحاول يطيح نفسه ويستفيد فاول. شوف 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 هني واضح الفاول، فبرا المنطقه طبعا، هو يرفع ايده على اساس عارف انه مذنب، فكان يعني ممكن تغطية يغطون عليه ما يستفيد بالفاول، انما انت سببت فاول في مكان فيصل عدواني. اذا فاول بدر مطوع، وايضا عمر السومو ولا داريو، داريو الظاهر ايضا شويت، فداريو راح يشوت، داريو من فاول 25 دقيقة وباقي 20، داريو وراح يشوت على يسار الحارس ولا يمينه، لكن بيد حارس المرمى صلال منتبه طبعا، انتباه، حاول اتجه ناحية اليسار لكن غطى المنطقة او غطى زاويته. محمد الصلال يلعبها الى توما، لكن وين يقول لا العب في الامام، كيتا نواف المطيري الى فايز بندر، داريو الى سوما لكن مقطوعة، والله ممكن يخطف ايضا اي كرة نادي النصر، ممكن يخطف اي كرة عن طريق باني، باني والجهة الثانية توما، شوف هذا باني يعدي من عامر، وهذه كرة مع توما لكن ما يلعب، ما تمشي مع الكرة الى فهد الانصاري، فهد الانصاري يلعب له كرة طويلة لكن اقرب الى حارس المرمى محمد الصلاة. هذه كرة عبد الله مشيلح، محمد عبد الله، عمر غنبر، فيصل عدواني، عبد الرحمن البناي يلعب له كرة لكن اقرب الى فايز بندر، فايز بندر، عمر غنبر، تصرف سليم من عمر، موه وعلى طول استلم كرة بصدره الى عبد الله عبد العزيز، يقطعها فايز، توصل الى عمر، عمر غنبر، كرة حلوة ملعوبة مع باني، باني مع توما، توما كان ممكن يلعبها مع باني، كان ممكن يلعبها مع باني بس تأخر فيها، تأخر، وهذه كرة ملعوبة وشايت وخطرة لباني بالجول، لكن الشبك الجانبي حلوة، لو كانت ملعوبة ببطن الريل من باني بدل خارج الريل، خارج الريل طبعا ضيجة الزاوية اللي هو فيها، فبالتالي شوف 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 الإعادة هني خارج الريل، لو لعبها ببطن الريل طبعا، ليش بطن الريل طبعا بريل اليمين علشان تسكره بالزاويه البعيده افضل واصعب على حارس المرمى. اذا كره ملعوبه الى داريو، فهد الانصاري، نواف المطيري، بدر مطوع الى فهد الانصاري، عامر المعتوق حاول يرفع، عامر، عامر الى داريو، داريو تقدم راح يرفع الكره مرفوعه لكن يقطعها اللاعب عصام فايل، تطلع الكرة إلى برا الملعب، رمي التماس لصالح فريق القادسية. إذا عامر المعتوق طالع إلى داريو، يلعبها إلى داريو ولكن يقطعها عبد الرحمن البناي، تطلع الكرة إلى برا الملعب، رمي التماس لصالح فريق النصر. هذا فهد الأنصاري، إذا رمي التماس لصالح النصر والتعادل لحد الآن. هذه عادة الكرة واشتراك كيتا لأن رمية تماس النصر. فيصل عدواني يقطعها كيتا مرة ثانية أيضا، تلمس في العدواني، لكن أنا أقول يعني نوعا ما ممكن يكون في فاول لفيصل عدواني لأن اشترك أيضا عامر وأخر يعني عاقل لاعب فيصل عدواني. عامر المعتوق
محمد راشد، محمد راشد إلى داريو، داريو فهد الأنصاري، فهد إلى كيتا، كيتا إلى عامر المعتوق، عامر يلعب له كرة إلى السومة، عدت من السومة كرة طويلة يلعبها صلال وقطعها فايز بندر، فايز بندر إلى كيتا، بدر مطوع، سومة، سومة يلعبها لبدر مطوع لكن ما تعدي الكرة وتوصل إلى باني، ملعوبة الكرة إلى عبد الرحمن البناي، كرة حلوة من باني إلى عبد الرحمن إلى فيصل عدوان إلى توما، شايد توما لكن بيد حارس المرمى أحمد الفضلي، فضلي مشي له الكرة بإيده على طول إلى نواف المطيري، نواف المطيري إلى داريو، داريو إلى سوما، سوما يحاول يتقدم وشوت شايت لكن تطلع إلى كورنر، تطلع إلى ركنية، كورنر 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 صالح القادسية راح يلعبها فهد الأنصاري أو يتركها، يتركها لبدر، إذن عصبين جمهور القادسية يقولون لعبوا بسرعة الكرة لفهد الأنصاري وبدر أيضا أنه راح يلعبها الآن، وهذه كرة تلعب لصالح القادسية لكن بيتحرش المرمى وطيح ويحصلها مرة ثانية أو على طول تابعها، محمد الصلال إلى توما، نواف المطيري أقرب لها إلى بدر مطوع طالع له فهد الأنصاري، هل يلعبها واحد واثنين ويا فهد، فهد يغير لكن تلمس في لاعب النصر وتوصل إلى كيتا مرة ثانية إلى فهد إلى بدر مطوع، بدر مطوع يلعب له تلمس في لاعب نادي النصر مقطوعة إلى عمر قنبر إلى توما، توما توما الكرة معاه لكن فاول على عامر المعتوق، إذن فاول، فاول للنصر، في تغيير للنصر أيضا، في تغيير للنصر، شايف لاعب يجهز نفسه وهذا الفاول والإعادة، فاول راح يلعبها فيصل عدواني اللي راح يلعب نادي النصر، طبعا اللي هو رقم 12 الظاهر بعد الكرة لما تلعب، عدواني حلوة يرفع له كرة أحمد الفضلي يبعدها من كرة خطرة ولا زالت خطرة لصالح النصر وملعوبة لكن يقطعها اللي هو محمد راشد ويكلم لاعبين، محمد راشد أيضا يقول أنه ومحتاجين للقادسية أنه يكون في فاول ولا، هذه الكرة اللي لعبت وكورنر، كورنر لصالح نادي النصر، يطالبون طبعا بالمشاركة بالأساس بفاول إنما هذه كرة ملعوبة، شوف محمد راشد هذا داريو، إذا في لاعب طايح في أرض الملعب القادسية، هذه الكرات المعادة والكرات لاعب نادي النصر طايح اللي هو توما الظاهر لاعب المحترف الجورجي من جورجيا، إذن كورنر، كورنر لنادي النصر، ملعوبة بعدة عمر السومة إلى بدر مطوع، بدر مطوع الكرة مع بدر وهجمة للقادسية ناحية اليسار إلى داريو، داريو يحاول يتقدم بالكرة، يحاول يتقدم الكرة معه مع بدر مطوع إلى بدر مطوع هو الجول، بدر مطوع يحاول يلعب له كرة ولكن رجع بالكرة خلاص قلت خطورتها وبالتالي نواف المطيري يغير
اي لا، عامر المعتوق، عامر يرفع على الكرة، عامر جهة فهد الانصاري، فهد الانصاري يلعبها براسه، تطلع الكرة من فهد الانصاري الى برا الملعب، ركلة مرمى لصالح فريق النصر. في لاعب توما راح يرجع له بعد ما يجري له لازم خلاص يرجع مرة ثانية. هذا داريو لاعب نادي النصر اللي هو رقم 12، ليلو، ليلو برازيلي، ليلو، ليلو من البرازيل، لاعب برازيلي، البرازيلي واسمه ليلو، ليلو ليلو راح يلعب اذا من مكانه داريو كيتا. ولكن تطلع الكره الى رمية تماس، حكم المباراة الظاهر في شيء عند رايح الى في تغيير، يطلب التغيير الظاهر في يونس الهولي، يمكن اللي هو معاق طبعا على اساس انه ايضا ممكن تكون تكلم على اللايلمن او شيء. وفي الاخ ايضا الثاني ايضا اثنين، وبالتالي يبعدونهم لانه ما يجوز، او انه ما يجوز وجودهم هناك في اماكن ممكن مخصصه يكون وليس امام او قريبين. إذن رمية تماس للغاتسية رجعها داريو، فايز بندر، طلع باني إلى داريو مرة ثانية، نواف المطيري، نواف إلى فهد، إلى نواف، نواف المطيري شايت له كرة، فهد كرة معاه يحاول يلعب له كرة وتصلح الكرة، لكن إلى عامر المعتوق، إلى كيتا، كيتا وين يحصلها، لكن بعيدة وتطلع الكرة إلى برا الملعب. ركلة مرمى للنصر، 36 37 دقيقة، باقي 8 دقائق على نهاية المباراة. هل هناك في فرصة لتسجيل هدف لأي فريق؟ ممكن طبعا، لكن الكرات البطيئة هي يعني قاعدة تأخر هجمات سواء النصر ولا القادسية، أكثر القادسية أكثر ضغط على النصر طبعا. كيتا يقطع له كرة، يقطع له كرة كيتا إلى عامر معتوق، عامر إلى محمد راشد، طالع له نواف المطيري الجهة الثانية، إلى نواف، بدر مطوع يلف، بدر مع السومة إلى نواف، نواف المطيري إلى السومة، عمر السومة، هو الجول، فهد الأنصاري، الله الجول، أي ممكن يتسجل الجول، وفهد الأنصاري يستطيع بتسجيل هدف. الأنصاري بعد ما قطع للاعب قطع صح ولعبها للسومة بعد ما لعبها نواف المطيري، جهد من نواف المطيري، وبالتالي السومة خلاص سلم له كرة إلى فهد الأنصاري، يقول له بس المسها واشترك وحط وسجل. فهد الأنصاري في الدقيقة 38 جول للغاتسية، وتقدم الغاتسية الآن بهدف عن طريق اللاعب فهد الأنصاري. إذا دقيقة 38 واحد الغاتسية، لا شيء النصر. هذه شوف السومة خلاص سلمها على طول ولعبها الأنصاري بتغيير بشكل جيد أيضا، شوف قطع له صح. إذا جول مرسوم من القادسية ناحية المطيري إلى سوما، وفهد الأنصاري كملها في الجول. إذا تقدم القادسية، هذه كرة فيها فاول، فيها فاول لصالح القادسية على على ليلو، ليلو الأنصاري بعد تسجيل هدف.
إذن فاول للغاتسية والوقت المتبقي. يعني هل يسعف النصر بتعديل نتيجته ولا الغاتسية يضيف ثاني؟ إلى بدر مطوع بعد ما لعبها لنواف، نواف إلى بدر، بدر مطوع يغير إلى كيتا، كيتا يغير ناحية عامر المعتوق، عامر إلى داريو، عامر المعتوق، داريو فايز بندر، أحمد الفضلي إلى فايز بندر، في تغيير لنادي النصر أيضا، في لاعب راح يغير إلى كيتا، لعبة كيتا يغير ناحية محمد راشد، فهد الأنصاري صاحب الهدف إلى عامر المعتوق، فهد، محمد راشد إلى داريو، إلى محمد راشد، الغاتسي يحاول يحتفظ بالكرة بأكثر وقت علشان هو متقدم ويريد أن تكون له تسنح له أي فرصة في الأمام، أيضا يلعب كرة ناحية الأمام، وهذه كرة ملعوبة مع بدر مطوع ناحية اللاعب نواف المطيري، نواف المطيري بدر طالع له، إلى بدر مطوع وسوما، لكن شايت بدر إلى برا الملعب، تطلع ركلة مرمى لصالح فريق نادي النصر. محمد الصلال في تغيير، راح يطلع العدواني كابتن الفريق، راح يلعب مكانه زبن العنزي، إذا زبن العنزي مكان العدواني، زبن لعب بمهاجم صريح في الأمام على أساس أنه يخلص الهدف اللي عليه النصر، إلى فهد الأنصاري، فاول على عامر، فاول للنصر، فاول 41 دقيقة، 4 دقائق الأخيرة على نهاية المباراة، القادسية تقدم بهدف عن طريق اللاعب فهد الأنصاري في الدقيقة 38، فايز بندر يقطع له كرة، حاول يتابعها نواف المطيري، وليلو ضاغط عليه، ليلو البرازيلي، لف لفة حلوة أيضا بدر مطوع على عصام فايل وطالع له سوما وبكعبة سوما، لكن ما مشت الكرة، لو كانت ماشية كان ممكن بدر مطوع ينطلق بالكرة إلى المرمى ناحية المرمى وينفرد. كرة للنصر، كرة للنصر، يحاول يتقدم إلى توما، توما ويعدي بشكل حلو أيضا، راح يشوت اللي هو لا ليلو، ليلو ليلو عليلو، لكن حاول يعلي الكرة لكن توصل إلى اللاعب توما، توما توما حاول يعني ليلو في الجهة الثانية يعني يعلي الكرة، إنما تأخير هذا لأنه كان في تقدم وياه اللي هو زبن، والجهة الثانية توما، لكن راح تلعب هذه عالية، الكرة راح تلعب عالية، محمد عبد الله راح يلعب داخل المنطقة، يقول لهم روحوا في الأمام، روحوا في الأمام، وهذا رادان لاعب مدرب القادسية راح يلعبها داخل منطقة 18 وبالستة تقريبا، كيتا يبعدها إلى عمر السومة، نواف، بدر مطوع إلى نواف المطيري، إلى فايز بندر، إلى عمر السومة، أقرب لها مشيلح، أو اللاعب عصام فايل في الجهة الثانية، هذا عبد الله مشيلح، نواف المطيري رمية تماس القادسية المتقدم بهدف في 43 دقيقة، الآن باقي دقيقتين على الوقت الأصلي، لكن هناك أكيد وقت بدل ضايع، لكن مو مثل الشوط الأول بعد ما توقف اللعب وصارت هناك يعني مشاركة ومشادة بين اللاعبين وأيضا مد الإيد واحد على الآخر، فبالتالي أخذ ظفيري طرد ونواف المطيري طرد، نواف الخالدي عفوا طرد أيضا. فاول للنصر، هني فايز بندر، إذن فاول لصالح نادي النصر، ما
مرفوعة لكن عالية وايد، عالية وايد أقرب للحارس طبعاً، عالية على أساس أنه كانت في اتجاهه إلى الأوت، لكن يقول لك سبحان الله اللي هو توما يتابعها، فبالتالي أحمد الفضلي سيطر على الكرة. فهد الأنصاري طويلة يلعبها ناحية بدر مطوع اللي خذ ناحية اليمين، وكرة مع بدر مطوع وسومة في الجهة الثانية وهو الجول، لكن سريعة وحصلها قبل أن تطلع. ويقول ان طلعت حكم المباراة، طلعت وهو طبعا اللي متابع مساعد الحكم ياسر احمد. وقت بدل ضايع، كرة ملعوبة من عصام فايل الى عبد الرحمن البناي. عبد الرحمن يلعب له كرة حلوة على طول لب خلف عامر المعتوق الزبن العنزي، كرة معاه وزبن يعدي وخطر للنصر ويبعدها احمد الفضلي وينقذ مرماه من هدف محقق. نواه احمد الفضلي ينقذ، يعني كان راح يخطفها اللي هو توما كان راح يخطف له كره. ووقت بدل ضايع، خلص الوقت الان 4 دقائق وقت بدل ضايع 4 دقائق. هذه شوف الكره، شوف دايس على ريله لكن غير متعمد اللي هو توما لاعب الجورجي. 4 دقائق وقت بدل ضايع 4 دقائق 45 خلاص، والقادسية واحد. هل يتصدر دوري القادسية في القسم الأول وفي بدايته في أول أو ثاني أسبوع في المباراة الثانية؟ لأن الكويت هو بفرق الأهداف ب4 نقاط، القادسية فاز في المباراة الأولى على سالمية وهذه الكرة المعادة، ولحد الآن متقدم وليس فايز الغاتسية. تقدم هذا الجول، جول التقدم من فهد الأنصاري. إذن سلامات لأحمد الفضلي، يجري له اللازم، حكم المباراة ومشاركة توما معه. دكتور عبد الله فريح أيضا في الجهة الثانية أو أخصائي له الجهة الثانية طبعا. كرة ملعوبة، زبن لعنزي، محمد عبد العزيز يعدي من المطيري إلى ليلو لاعب البرازيلي. ليلو الكرة معه وراح يشوت، حاول يصلح لنفسه، يرجع بالكرة ليلو إلى عبد العزيز يرفع له كرة وتصلح إلى زبن. زبن يحاول يعدي من فهد الأنصاري ويرد بالكرة ويعدي لكن توصل وملعوبة بعيدة من اللاعب اللي هو معصب محمد عبد الله. يقول مشي كرة على طول باصيلي على أساس أشوت من الأول، تطلع الكرة في الجهة الثانية رمية التماس. إذن 4 دقائق وقت بدل ضايع، مضت دقيقتين الآن، لحد الآن دقيقتين، لكن هناك علاج أيضا لحارس المرمى بعد إعطاء وقت بدل الضايع اللي هو لأحمد الفضلي، لأن بعض الأحيان يحتسب طبعا وقت بدل الضايع، وهذا أمر طبيعي لكل فريق إذا كان خسران. طبعا النصر هو من حقه هذا الوقت، وهذه كرة ملعوبة للغاتسية، كان ممكن السومة في الجهة الثانية إلى بدر مطوع، وممكن بدر مطوع يعدي وتكون خطورة للغاتسية لتسجيل هدف ثاني إلى داريو، إلى بدر مطوع راح يصلحها بالجول والسومة. الله، والسومة ماخذ مكان، لكن انتبه، سلام عليك يا محمد الصلال اللي بالفعل انتبهت لكرة مثل هذه على أساس أنه ما يشوتها بدر راح يطلعها، وبالفعل قراءتك صحيحة وأنقذ مرماه من هدف ومن 3 نقاط للقادسية مؤكدة بتسجيل هدف الثاني. إنما الآن لحد الآن بما أن في دقيقة ممكن واحد يعني ممكن يتعادل أي فريق، إنما لحد الآن 3 دقائق احتسبت، هو 4 دقائق وقت بدل ضايع، هناك 3 دقائق الآن وباقي دقيقة أخيرة. فهد الأنصاري يلعبها إلى داريو يغيرها ناحية نواف المطيري، نواف إلى داريو اللي ماخذ له مساحة وبدر طالع له. داريو الى فهد الانصاري، فهد الى كيتا، ولا يغير الى بدر مطوع، بدر مطوع توصل الى فهد كرة معاه، كيتا
كيتا يضيع وقت القادسية ويحافظ على الكرة وسيطرته على الكرة على أساس يخلص الوقت خلاص دقيقة وجول، لكن أوفسايد. جول حلو من عمر السومة، غير اتجاهه في الزاوية الصعبة لكن خلص الوقت الآن، خلص الوقت لكن بدل الضايع الأربع دقائق خلاص انتهت، وتقريبا 20 أو 10 ثواني، لكن حكم مباراة مشعل عسعوسي طالع ساعته يقطعها فهد الأنصاري، حاول يعدي فهد لكن يغطي عليه عبد الرحمن البناي إلى محمد الصلال حارس المرمى. طويلة اللعب أقرب إلى نواف المطيري إلى بدر مطوع، بدر مطوع ونواف المطيري طالع على ناحية اليسار ولا يشوت، يلعبها مع داريو وداريو تابع وهو الجول، لكن بيد الحارس محمد الصلال وخلص الوقت الآن، يعني دقيقة بدل الضايع تقريبا، يعني أوشكت على النهاية لأن تعالج تقريبا دقيقة صحيح إن لم يكن أكثر بقليل، يعني على أساس أن هذا حق من نادي النصر، وتطلع الكرة إلى ركلة مرمى رايح للحكم وخلص الوقت. أعتقد طالع ساعة الحكم زب العنز يقول أنه كورنر، وهذه الكرة والإعادة لموقف تسلل صحيح على اللاعب عمر السومة، وراح يطلق صفارته مشعل عسعوسي معلن عن نهاية المباراة بفوز القادسية 1، سجل اللاعب فهد الأنصاري بدقيقة 38 قبل نهاية الشوط بتبع دقائق تقريبا. إذن القادسية مبروك 7-6 نقاط، هارد لك لنادي النصر خسارته مباراة أمام الجهرة وهي خسارة ثانية، إلى أن نلتقي في مباراة مقبلة، لكم تحياتي حمد بو حمد وإلى اللقاء.